اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله. واهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج على المكشوف والتي تاتيكم عبر اذاعه وتلفزيون فلسطين وقناه الفلسطينيه. الكشف عن واحده من اكبر عمليات التزوير في الاراضي الفلسطينيه والضحيه هو المواطن الفلسطيني الفاعل حفنه من التجار والموظفين الذين باعوا ضمائرهم. مئات المركبات والسيارات المستعمله المستورده التي تجول في شوارع فلسطين ومن مختلف الانواع، تم تزوير اوراقها وتم بيعها في السوق الفلسطيني من خلال تزوير اختام الوزارات والجمارك. واذا كان الحديث هنا يدور عن مئات السيارات فنحن نتحدث عن سرقه او سرقه بعشرات الملايين من اموال الشعب الفلسطيني. المشكله لا تكمن هنا فقط. تم في السابق الكشف عن عمليات تزوير مختلفة مماثلة تتعلق بتجارة السيارات ماذا حدث للفاعلين ولهؤلاء المجرمين بحق الاقتصادي والمواطن الفلسطيني لم يحدث شيء وفي عندنا مثل فلسطيني بيقول المال السايب بيعلم الحرام السرقة سأناقش هذا الموضوع من مختلف جوانبه وعلى المكشوف مع ضيوفي وكيل وزارة المواصلات الدكتور علي شعث أهلا وسهلا والأستاذ لؤي الحنش مدير عام الجمارك الفلسطينية مدير عام الجمارك والمكوس وإلى آخره أهلا وسهلا بكما وأنتم أعزائي المشاهدين للمساهمة وللمشاركة في هذا الحوار بإمكانكم مراسلتنا على موقعنا على الفيسبوك www.facebook.com الفلسطينيه اهلا وسهلا بكم أهلاً. دكتور المال السايب بيعلم الحرامي السرقه وصراحه يعني تكرر الموضوع وبالتالي لم يكن هناك اي رادع لمثل هؤلاء المجرمين الذين يعيثوا في 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 المال العام لم يكن هناك رادع وعلى ما سمعت يعني التحقيقات لم تستكمل ولكن بعضهم هم اشخاص كانوا متهمين حتى في السابق بعمليات مماثله طب شو شو الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الموضوع باختصار وناتي الى لب الموضوع. استيراد المركبات هو من اهم موضوعات السلطه الوطنيه الفلسطينيه. من اهم ايرادات السلطه ايضا. هناك عدد من التجار مرخصين لهذا العمل من مراقب الشركات ومن وزارة النقل والمواصلات ومن الجمارك بوزارة المالية للقيام بهذا العمل. عندما يقوم التاجر المرخص باستيراد المركبة فإنه عليه أن يتبع إجراءات محددة وواضحة. أولاً يذهب للحصول على إذن استيراد من دائرة الاستيراد في وزارة الاقتصاد الوطني. يقدم المواصفات الفنية لهذه المركبات اللي بده يجيبها. هناك بروتوكول باريس بيحدد علاقة محددة بيننا وبين الجانب الآخر فيما يتعلق بمواصفات وطرازات وموديلات هذه المركبات وأنا أتكلم هنا فقط عن المستعمل نعم. حتى يكون المواطن لأنه الخلل في المستعمل وال... مش في الجديد بالضبط واضحين. حتى يكون المواطن نعم. يعلم تماما أن الجديد ليس فيه خللا وليس فيه تزويرا إطلاقا ما يحدث هو في المستعمل والمستعمل هو ثلاث سنوات زائد سنه الانتاج. وبالتالي بيقدم من نموذج، نموذج معتمد لدى وزارتي النقل والمواصلات والاقتصاد الوطني، بيقدم مواصفته، بنعتمدها كوزارتين، وهذا بنسميه هو الاذن الفني. ومن ثم بيذهب الى الجمارك. الجمارك بده يستوفي على نموذج معتمد من الجمارك بوزاره الماليه، هذه الإجراءات هذا, هذا النموذج يحتوي على كود بار كود رقم واحد اللي يعطي رقم هذه الكونسايمنت هذه العبوة اللي المستوردة بيعطى رقم كود للسلعة ذاتها بعدها وبعدها بيعطي مواصفات رقم الشخصية في كود ده. يعني بمعنى اخر خلينا نبسط الموضوع المواطن اللي ب او التاجر مش المواطن التاجر اللي بده يشتري اللي بتعامل بالسيارات المستخدمه بيروح لوزاره الاقتصاد الوطني وبيجي بعدها عند المواصلات في قضايا ورقيه نعم يعني انتم ما ال... بعدها بيروح للجمارك الجمارك للجمارك. بتنفذ بناء على الورق وليس بناء على آه المعطيات فيزيكال يعني ما في سياره قدام هي على الو... هي تنفذ ما قمتم انتم نعم. بالموافقه عليه. احنا علينا فقط ان نتاكد من المواصفه الفنيه للمركبه المسموح دخولها الى البلد، وبالتالي تقوم الجمارك عندها جداول لقيم لهذه المركبات وبتحدد القيمه الجمركيه عليها نعم وبتستوفي القيمه الجمركيه. اذا استوفت الجمارك القيمه الجمركيه بموجب هذا النموذج فقط ووقعت هنا وختمت ووضعت التاريخ نقوم باعتماد الورقه الاصليه من الجمارك انه هذا اذن بالترخيص طيب اللي حصل في الحقيقه مش هان انا بس اوضح مشان المشاهد اللي معنا يفهم نعم. انه في ناس عينوا حالهم بدل الوزاره وبدل الجمارك وبدل وزاره وزاره هي الاخت يعني عندهم الاختام كانوا يختموا ويبيعوا وياخذوا المصريات وما يعطوكم مش المصاري لا تصويبا للكلام اللي تحكيه يا ماهر النموذج الاول ما حدش عمل فيه اي شيء لانه هذا النموذج الفني هو بين وزاره الاقتصاد الوطني وما بين وزاره المواصلات فهو نموذج فني ووزارتين بتتعامل معه والجانب الاسرائيلي ايضا وبالتالي هذا ما حدش عمل فيه شيء اللي, اللي صار في نموذج النموذج تاع الجمرك انه عند الناس يعني. يبدو حتى الان لا يوجد هناك بت نهائي لانه الموضوع في هناك اليات للتحقيق لجهات التحقيق المختصه تقوم بممارسه دورها واحنا اجتمعنا معهم بالامس واليوم ويقوموا بهذا العمل الان في النيابه العامه وفي نيابه مكافحه الفساد وايضا في الاداره العام في ديوان الرقابه الماليه والاداريه اللي بدي احكي انه احنا كيف المهم الاساس الفكره المره الاولى اللي حصلت لانك اشرت في مقدمه برنامجك انه كان في هناك تزوير فعلا ضبطنا حالة تزوير في عام 2009 وقمنا جراء ذلك بمنع هذا المستورد من الاستيراد ورفع قضية من السلطة عليه وحتى الآن هو مغلق ولا يستورد طيب وش سويتوا له؟ يعني واحد زور شو ما انحبسش ما سويتوا له شيء نعم إيه ما نعم نعم اخذ على النيابه العامه وطلع و... ثاني يوم واعتقل لا لا ما طلع ثاني يوم بعد اعتقل وحقق معه انا لا اعرف الايام هذا شغل النيابه العامه حسب القانون يعني مش الايام هو يعني اذا بدنا نحكي زور يعني ها. زور ب 100000 زور ب 100 مليون قديش زور؟ اه زور في عدد من المركبات حوالي 45 مركبه يعني حوالي بدك 5 مليون شيكل وهذول ال 45 مركبه لا كبير الرقم يعني قد 3 مليون يعني 2 مليون جمرك المركبه المتوسطة <applause> المركبه الصغيره 30 الف شيكل فاضرب الرقم بيطلع معك الاساس الفكره انه هو لما زور احنا كشفنا التزوير وقمنا بايداع الملف لدى النيابه العامه حققت النيابه العامه واعتقلته ومن ثم احالت ملفه بعد تثبيت التهمه عليه طيب. إلى أن المحكمة المحكمة حتى الآن ما في قضيته ولكن نحن متحرزين وأوقفنا تعا است... استيراد للمركبات حتى هذه اللحظة طيب أنا بدي أنتقل للأستاذ دعي أنه خلينا نحكي بالأول في القضاء بعدين ندخل في صلب الموضوع بعد استكمال الملف من قبل وزارة الاقتصاد ومن ثم الجهة الرسمية في التعامل اللي هي وزارة المواصلات بيجي عندكم أنتوا لكم دور أكثر من الجمرك في الموضوع شو شو دور شو دور دورنا كوزارة مالية وكإدارة عامة للجمارك هو عملية تحديد قيم المركبات ودفع المبالغ اللي بتستحق عليهم من رسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة لدينا وإصدار عدم الممانعة وإصدار البيان الفلسطيني بروح عدم الممانعة من الجمارك لوزارة لو المواصلات حتى المواطن يستكمل عملية الترخيص واستصدار رخصة للمركبة في وزارة المواصلات. هذا دورنا كجمالي ما في لنا دور لا احنا بنعين سيارات ولا بنشوف السيارات وما في عندنا حتى معينه فعليه للمركبات اللي كانت تيجي عندنا فعمليا احنا بنشوفه مجرد اوراق مجرد اوراق اللي بتجينا مصدقه من وزاره الاقتصاد ووزاره المواصلات اللي بيصادقوا عليهم توصلنا هاي المركبه لانه الاصل في استيراد المركبه ببلش من وزاره الاقتصاد ووزاره المواصلات هم اللي بيعطوا الرخص يعني وزاره الاقتصاد بتعطي ورقه انه لا مانع من ناحيه استيراد, استيراد, استيراد نعم. استيراد. لكن وزاره المواصلات هي اللي عليها الدور الفني بالاذن الفني الاوامر الفنيه للمركبات وفحص نعم. المركبه وسلامتها وصحتها وهي المطابقه للمواصفات يعني مثلا هلا بيطبق عندنا اليورو 5 اللي هي المواصفات اعلى من اللي كانت تيجي في السابق فاللي مفوض بهذا الشيء هي وزاره المواصلات طيب هل مش نسال بوضوح اكثر دكتور. م. وعلى المكشوف. في عملية تزوير صايرة ولا أنت بتقولي يعني, يعني في, في عملية تزوير ولا ما فيش عملية تزوير؟ أريحك أخي ماهر لأنك أنت رجل مباشر. صحيح. وعلى المكشوف. آه إحنا كيف ممكن نعرف في تزوير ولا لا؟ كان من إحنا اللي من سمعته أنا إنه كان في فحص بالوزارات فحص روتيني تم الكشف انه في عدم تطابق لا بين وزاره الماليه ولا المواصلات ولا الجمارك كل واحد ملفاته مختلفه احنا بالتالي في في باختصار ومهم جدا لمعلوماتك ومعلومات المواطن انه عمليات التزوير بصفه عامه في اي مجال من المجالات يمكن تقليصها الى الحد الادنى المطلق اذا ما قمنا بحوسبه العمليه وربط العمليات هون احنا رح نيجي لقضيه الحوسبه وال... لا. والحكومه لا. ال... الالكترونيه الى اخره ولكن انا سؤالي واضح ومباشر في الحاله هاي اللي بنحكي عنها الحكي عن انه هناك مئات السيارات وتجار سيارات المستخدم زوروا اختام الجمارك واختام وزاره المواصلات والاختام لا. لا. في منه ولا ما فيش منه لا. ما فيش تزوير لاختام وزاره المواصلات نهائيا الجمارك اطلاقا هو التزوير الذي نشك فيه <applause> ولكن لم يثبت قطعا لأن يعني الجهات التي تحقق الان واستلمت منذ الأمس الموضوع هي النيابة والرقابة الإدارية والمالية تنظر في الموضوع ولم تبت بعد. الموضوع يعني احنا انت شكوكنا انت شكوكنا انت من, انت. من أين جاءت؟ جاءت من مركبة المركبة هذه أبلغنا أنه هذه غير مستوفية للجمارك. فقمنا بفحص الأوراق تاعتها وجدنا أنه جميع أوراقها للرائي المجرد بالعين المجردة لإنسان طبيعي مكتمل القوى غير هي لا يوجد تزوير لأن الاختام هي الاختام والتوقيعات هي التوقيعات فقلنا اين اين الخلل في ذلك؟ فوصلنا الى انه اجراءاتنا في وزارة النقل والمواصلات داخل الوزاره كلها مربوطه في بعض محوسبه يعني الترخيص مربوط بالشؤون الفنيه اللي بتصدر باذن الاستيراد لو كانت اذن الاستيراد <applause> اسمح لي يا اخي ماهر لانه مهم هذه النقطه لو كان الترخيص بده يرخص انت بدك ترخص مركبتك اول ما بتحط الورقه امام المرخص بحطها على الكمبيوتر بتطلع له شاشه جانبيه شو الفنيه هل هذا الرقم الشخصية سليم وهي مو موصصه سليم ولا يعني انت الستراجة. دكتور عم بتحاول تقول انه عندكم ما فيش شيء هذا الجمارك يعني انت أنا والجمارك واحد لا انت عم تحكي عمليا يعني انت بتقول عندنا في جوه الوزاره كل شيء تمام لا. اللي بعدنا هم انا سالت سؤال مباشر هل أخت انت قلت اختام الوزارات المواصلات واختام الجمارك زورت انا بصحح بس المقوله انه اختام المواصلات مش مزوره إن يعني هل في يعني خليني اسال استاذ رؤى في تزوير يعني انتوا اكيد الان على بتشتغلوا على قدم وساق حول هذا الموضوع وما يعني ما نخبي على المواطن، المواطن من حقه ان يعرف كل شيء صح. لانه نحن نتحدث عن اموال الشعب الفلسطيني وعن اموال بتخص بتحق... نعم. المواطن الفلسطيني. صح. هل في تزوير وفي عمليات تزوير في الموضوع وفي تلاعب في الموضوع؟ وبعدين بنجي للتفاصيل، في هذا الموضوع في تلاعب ولا ما في تلاعب؟ في تلاعب اللي ثبت عندنا في التحقيقات الاوليه لغايه الان والتلاعب احنا انمسك عندنا اول سياره واول قضيه كانت عندنا بشهر سبعه بالتحديد تم ضبط سيارة فيها أوراق شكينا أنها أوراق مزورة وحققنا مع التاجر وتم تحويله للنيابة هذا الحكي بشهر سبعة نعم. ولكن إحنا بنعترف في خطأنا إذا كان في خطأ من قبل الجمارك أو من وزارة المالية المفروض أن نوقف نعترف ونعترف قدام مواطنينا أنه كان في عنا جزء من الأخطاء كان في عنا جزء من الأخطاء الإدارية الموجودة وليست الأخطاء الفنية في وزارة المالية لم تتم يعني متابعة القضية وكان في علم في وزارة المواصلات عن هذه القضية ولكن ما تم متابعتها بالشكل السليم والشكل الحثيث حتى نوصل للحقيقة النهائية قبل أكثر من 15 ل 20 يوم وإحنا بنحقق في الموضوع داخليا في وزارة المالية وفي الجمارك بالتحديد يوم اكتشفنا أنه في قضية طالع عنا بشهر 7 للنيابة ولغاية اليوم إحنا ما وصلنا رد سواء كان هذا صحيح التزوير أو هو خاطئ بعدين اتصلنا مع اخواننا في وزاره المواصلات عشان نحاول نعمل عمليه ربط ما بين النظام الموجود عندنا في الجمارك وبين انظمه وزاره المواصلات ولكن للاسف بنحكي عن عمليه الربط هذه صرنا سنين ولكن لليوم هذا يعني الربط كل مش الحكي موزن. اللي بيحكوا لنا اياه الوزارات السابقه بدنا نعمل حكومه الكترونيه وحكومه بطيخ واحنا يعني كانه البلد يعني عنجد لغايه الان ما فيه ربط. فيه يعمل يعني لا لا في ربط كل حكومه هذه النقطه يفترض ربط الـ 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 يعني المواصلات بالمئة في لازم يكون 100% انه مربوط في انا على الكمبيوتر هل, بعرف هل تعلم اخي ماهر آه والمواطن الكريم انه بعد ضبط حاله التزوير اللي صارت في 2009 آه كلفت ان اقود الفريق للذهاب الى اخواني في الجمارك العامه في وزاره الدولية. وكان مدير عام الجمارك الأسبق آه موجود وجلسنا معه في عام 2010 تحديدا والأسماء عندي ولكن ليس مجال هنا لذكر أسماء آه. محددة يعني كان في فريق من الجمارك وجلسنا معهم وقيل لي وأنا مسؤول عن كلامي أنه نحن نعد نظام محوسب للجمارك جديد ونحتاج إلى بعض الوقت وسنوافيكم بذلك ونحن على أبواب 2014 وقمنا بإرسال ثلاث رسائل موجوده للتحقق من قبل الاداره العامه للحاسوب بوزاره المواصلات الى الجمارك نقول يا جماعه احنا جاهزين للربط تعالوا يعني رب. انا رد اضافه على اللي بتحكيه وانا هون بدي اسال استاذ لؤي اذا ما تفضل به الاستاذ دكتور علي وقال في البداية حديثه انه اهم واحد من اهم موارد السلطه هو تجاره السيارات صحيح. واحد من اهم موارد السلطه اذا كان هذا المورد المهم وهو من الاهم في هذا التسيب دعني أقول ما في هذا الاهتمام يعني إن كان من النيابة اللي لحد الآن بتحقق من, من شهر سبعة في موضوع وما حسمتش فيه إن كان من وزارة المالية اللي لحد الآن ما عملت الحوسبة والآخرة وما تابعت إنه هذا النظام يكون فاعل وأساسي أو من وزارة المواصلات اللي يعني في النهايه حكومه بتكمل بعضها والكل مسؤول يعني هون كل مسؤول. مش بس وزاره الماليه ومش بس وزاره يعني. المواصلات ومش بس الكل مسؤول عن هذا الخلل لانه في النهايه احنا بنقول والله مديونين ب 5 مليار ومديونين ب 4 مليار وبتكتشف شغله زي هاي اذا بدنا نيجي نحسبها هي 20 30 مليون دولار هون و20 30 مليون دولار هون. معناها في خلل داخلي يعني يجب تصحيحه او على الاقل بدنا نعمل استراتيجيه التخطيط صح. في البلد واضح انه ما فيش تخطيط لحد الان واضح انه البلد ماشيه على البركه كانه ماشي على البركه فيش يعني تخطيط صحيح بيتم لا خليني احكي لك بالنسبه ما يتعلق بتجار السيارات المستعمله انا ما بدي اوسع الموضوع اكثر من هيك خليني نحكي في هذا في هذا, الموضوع. في هذا الموضوع الموضوع اللي بهمنا في هالحلقه بهم الموضوع احنا يعني بنقول انه في عمليه تزوير خلينا نحكي في عمليه تزوير ولكن ما لغايه الان ما حصلنا رقم ما حصلنا رقم للاعداد للسيارات ما في رقم اكيد ما مع عندنا معلومات اكيد لغايه الان الموضوع طول ليش ممكن يكون ممكن يكون 500 سياره 300 سياره ليش ما في رقم يعني احنا بنختلف احنا وزاره المواصلات ممكن على الرقم وآلية تحديده وآلية التزوير حتى وين التزوير يعني يعني اليوم في تقرير مشترك طلع ما بين الشباب اللي كانوا يفحصوا ما بين الجمارك وبين وزاره المواصلات تبين في اخطاء ثانيه حتى غير التزوير موجوده في اليات الترخيص ولكن احنا شو بصدد احنا بصدد حاله واحده مم. اللي هي موجوده بين ايدينا سواء بنحكي عن تزوير اختام الجمارك واليات الربط ما بيننا وما بين وزاره المواصلات بس تصحيح لانه السيارات او جمارك السيارات هي واحده هي السيارات ما نفصل السيارات المستعمله احنا فصلنا عن من البدايه يعني كنا واضحين من البدايه السيارات المستعمله اوكي جديد. هي بتشكل شق من العائد المحلي وليس من الايراد الكلي اوكي بتشكل شق كبير من العوائد المحليه اللي بتعود علينا واحنا صار لنا شهرين مستلمين الاداره الجديده واحنا على صدد عمل جميع الاجراءات من اجل تصويب الوضع احنا ما بننكر انه الوضع يجب تصويبه لانه اذا بنضلنا نحكي اوضاعنا كويسه واوضاعنا جيده معناته ما راح نوصل لحل لا في اوضاع كانت خطا ما بيننا وما بين وزاره المواصلات يجب ان ننهيها قبل نهايه الشهر هذا لازم الامور هي تكون تمت تمام. عشان مبسطة. نكون نحن على قدر المسؤوليه، يعني مع احترامي للدكتور علي بيقول لك رحنا في الـ 2010 عند المدير العام السابق وفي ربط وفي نفس الوقت في عندنا في الجمارك رسائل وفي كل واحد نرمي اللوم على الثاني، انا حكيت بقدر اربط والجمارك لا مش هيك القصه، القصه مسؤوليه مشتركه، مسؤوليتنا كحكومه وكسلطه امام شعبنا. عظيم، هيك انا يعني بدي ارجع لموضوع السيارات وادخل في صلب السيارات، خلينا نرجع يعني نخش على لانه كثير نقاط اللي انا خليني على الرقم، تفضل الرقم. الرقم. اولا احنا بنستورد ما قرابته 8000 مركبه في السنة انا اللي عرفته انه في اخر اربع سنوات تم استيراد على الاقل 40000 مركبه 30000 في السنوات اللي هي 39 39000 بتاعت 39 الحصر هي 39000 39 تعت... تسعة بالاربعه بس ثلاث سنوات الحصر بنحصر الان ثلاث سنوات فقط من من 2011. يعني في احنا رقمنا دقيق اخر اربع لا. سنوات 40000 سياره في الثلاث في ال التلت... 30000 التلت... سياره وجدنا 39000 سياره اللي عملنا مدير الجمارك بحكي 39000 الف سياره ايوه بس عملنا تشيك نعم اللي تشيك اللي عملناه المشترك بينه بالجمارك هو على ثلاث سنوات فقط وليس على اربعه اها وبالتالي التشيك هذا على 30 الف تقريبا بين انه عندنا قد يكون في تضارب في الارقام والبيانات الموجوده بين الوزارتين عدد هذا التضارب 1125 مركبه قلنا تعالوا نشوف هذول ال 1125 مركبه شو وضعهم وجدنا انه بالتمييز اليدوي للأرقام والمعلومات وجدنا فقط منهم 325 مركبة قد تكون مزورة الباقي هو أخطاء في الإدخال يعني مثلا الصفر في رقم الشخصي بحط الطابع أو حرف أو بالإنجليزي فهذول بالكمبيوتر الكمبيوتر بميزش بيقولك لك الأو هو مش صفر ما بيقولش إنه الأو هو صفر على سبيل المثال وبالتالي احنا قمنا وخمسة 325 مركبه في الثلاث سنوات يعني معدل 100 مركبه في السنه تقريبا وقلنا هدول لا يكفي هيك لازم نعمل فريق مشترك بين الجمارك والمواصلات يقوم بالتحقق من الملفات داخل دوائر الترخيص الوطني فقلنا اول خطوه اول امبارح نروح على اقرب دائره للادارتين وكانت رام الله فروحنا فحصنا وجدنا عدد المركبات اللي مسجله في رام الله من ال 325 هو حوالي 132 مركبه. وجدنا من 133 مركبه في حوالي 128 127 مركبه قد يكون فيها تزوير. دكتور انت كنت تحكي قد كل قد ما ممكن لا كمان ال 2000 سياره يكون على هالحكي لا يعني انا لا من لا أنا, انا من حقي انه يكون في لجنه انا من حقي كاسال لو سمحت لو سمحت بس اكمل وحقك موجود. نعم رحنا نابلس اليوم وتحققنا من المسجل في نابلس وهو 196 مركبه وجدنا فقط المزور فيهم اربع مركبات وبالتالي انا اريدك ان تعلم ان الرقم اللي بينحكى هو يعني زياده كثير ورقم بخوف الناس احنا المواطن إذا حددت التجار المسؤولين عن الموضوع تقدر تحدد سيارات يباع حدد حددناهم 15 تاجر وأوقف بقرار رسمي من معالي وزير النقل والمواصلات من ممارسة مهنة الاستيراد لحين بت جهة التحقيق وهل فيهم. أنا سؤالي كمان هل وقف تم وقف يتم التأكد ات ات من كل الموضوع كل تجارة السيارات المستخدمة تم وقفها ولا تم وقف المشتبه في تورطهم في هذا الموضوع 15 تاجر اثنين من مجموع 120 تاجر معتمد في الضفة الغربية اثنين تم وضع قيد على المركبات التي بيعت للمواطن للتأكد من سلامتها ولكن سمح بترخيصها وتجديد ترخيصها طب انا راح ادخل راح ادخل بالتفاصيل هاي معك مره ثانيه ولكن معنا الاخ عبد الكريم قدامك نعم. اعتقد رئيس نقابه الاتحاد المستوردين الاتحاد المستوردي السيارات المستعمله نعم. مساء الخير استاذ عبد الكريم مساء الخير مساء الخير شو تعليقك اولا على وجود الان تحقيق مع بعض تجار السيارات المستعمله بتزوير مركبات وتزوير اختام والى اخره سيدي العزيز بداية مساء الخير لك أختي الكرام. بداية احنا في اتحاد المستوردين للمركبات المستعملة في فلسطين دائما سجبنا ونشجب ومع جميع الاجهزه الامنيه والوزارات اتخاذ اقصى التدابير في اتجاه اي شخص ممكن ان يعبث في الأمن والامن هو الاساس كما تعلم والجميع بنادي فيه امبارح الاخ رئيس الوزراء الدكتور الحمد الله بنادي فيه وبالتالي احنا هذا مش لازم يكون شعار هذا يت... لازم يكون هو الاساس فبالتالي أخي ماهر أنا اللي شايفه ومن جواب وكل احترام للدكتور علي اللي هو دكتور مهني وعلى دراية كبيرة جدا بهذا المجال وله تاريخ كبير في وزارة النقل والمواصلات جاوبك عدة مرات أخي ماهر لا يوجد عملية تزوير كبيرة كما تم توضيحه في الاعلام وفي وسائل الاعلام وفي وكالات, وكالات الاعلام يعني في هو التزوير موجود حقاً. ولكن التحقيق ما زال جاري هلا الدكتور بيحكي هيك في كمان مش بس جهه مش بس وزاره المواصلات اللي بتحقق في اكثر من جهه بتحقق وبالتالي العزيز. احنا بنحكي عن 40 الف مركبه خلال اربع 4... يفترض فحص ال الف مركبه سيد العزيز يا سيدي انا اذا يعني تكرمت علي حتى اتصل شفال... واسمح لي اخي عبد الكريم عبد الكريم اسمح سيد لي. العزيز تكرم بس الموضوع سيد العزيز واضح بجواب الدكتور علي مش معناه انه انا بنفي نهائيا عدم وجود اي اخطاء او اي تزوير اللي الامر اللي اللي انا بهمني انه كاعلام يوضحوا واخواني في الجمارك واضحه وفي وزاره النقل والمواصلات واضحه انه في 148 شركه لا بل اكثر تعمل في هذا المجال بعدد كبير من الأشخاص التي تعتاش من هذا القطاع هذا القطاع هام جدا للدولة صحيح نمثل في بعض السنوات 14% من المدخولات تبعت الدولة وبالتالي هذا القطاع يجب أن يحترم ما يحصل حاليا من بعض الأشخاص بالإساءة لهذا القطاع هذا هو ما نرفضه إذا كان هناك بعض الحالات الفردية التزوير وذكرها الدكتور علي اذا اذا خلال عشر سنوات او سبع سنوات او ست سنوات بس يعني في احنا في استاذ في استاذ عبد الكريم عم نحكي عن عن يعني 15 تاجر مش واحد مش حاله فرديه يعني بتحكي انت خ يعني انا ما بوجه الاتهام الهم ولكن على الاقل في حاله شبهه فبالتالي انت على الاقل يعني مش شغله فرديه هاي بالاحترام معنى الكلام سيدي 10% بالمية. انت عشرة بالمية. هو هو دكتور يعني هو لما واحد بيروح يسرق بنك يعني. لما واحد بيروح يسرق بنك هو اللي بيروح واحد ولا بيروح كل الشعب يسرق هو واحد اللي بيسرق فبالتالي صحيح. يعني في عمليه تزوير قصدي انه صار في كثير يعني مزايده في الموضوع وتضخيم للحدث يعني هذا جزء وتخويف للمواطن لاهميه الموضوع أنا المواطن نحن نريد أن نطمئن في برنامجك أخي ماهر أنا حقوقه محفوظة ونريد أن نعطيك الحقيقة كاملة وتجديدها له محفوظ ما في خوف ولكن إذا إذا أخطأ أحد التجار على راسي هذا تزوير جزء فأنا أنا حق كدولة هذا جزء اللي بتحكي منه فيه أنت هذا الجزء اللي, جزء اللي مزبوط بتحكي فيه مزبوط. على راسي ولكن الجزء الآخر اللي أنا بحكي فيه إنه في تزوير ولا ما في تزوير التزوير من مين بثبته؟ هل التزوير هذا أجهزة التحقيق وهذا أنا اللي بدي أسأله نعم اللي ماخذ الأختام وماخذها هل معه ناس بيشتغلوا من الجمارك ومن الوزارات ولا بيشتغل على راسه؟ هو أولاً لم تقل جهات التحقيق إنه في هذا ماخذ أختام وعاملها ولا صانع إحنا بنقول انه رحنا للسيد ابو سرحان وهو مدير في الجمارك وقلنا له هذه التوقيعات توقيعاتك قال تشبهها 100% فريق من وزاره النقل والمواصلات برئاسه مدير عام الحاسوب راح وقابله انه هذه الاختام اختامك وتوقيعك ام لا؟ قال نعم يشبه توقيعي 100% ولكنه لون الحبر مختلف تاع الختم وبالتالي مين اللي بده يثبت؟ اولا هذا يدل على احتراف في التزوير ان كان هناك تزوير لا يعني شيء منظم بالضبط اذا لازم تثبت جهه دكتورة قضائيه دكتورة. زي النيابه العامه أولاً هذا تزوير عظيم, عظيم. ولكن عظيم. احنا احنا خلينا يعني انا استاذ عبد الكريم اشكرك جزيلا انه كان موقف الاستاذ عبد الكريم واضح انه يعني هو يدين هذا الموضوع وبشده وانه اشكرك انا اللي بدي اجي واحكي فيه وكانه الدكتور يعني في عبء او مسؤوليه تقع على وزاره المواصلات بصراحه اولا الـ 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 الاستيراد نفسه فيه خلل كبير بمعنى السيارات المستورده وانا من خلال مجموعه اتصالات الى اخره السيارات المستورده اما هي تاكسيات او سيارات انتكار او سيارات بتيجي خربانه وبتتصلح هون او سيارات فيها مضروبه وتم الكشف في السابق عن سيارات فيها خلل فبالتالي الموضوع نفسه إذا حتى ما في تزوير في ضحك على الناس في بعض الحالات. يعني إذا ما في تزوير الختم إجا مزبوط وكأنه السلطة موافقة إنه الناس يجيبوا سيارات زي هيك المهم أنا بدي جمرك. أنا أنفي كل هذا الكلام كوكيل لوزارة النقل والمواصلات ممثلا للوزارة أنفي تماما أن تكون هناك مركبة دخلت مواصفاتها الفنية غير مقبولة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ومعتمدة من وزارتي الاقتصاد الوطني والنقل والمواصلات والدليل على نفي ذلك ممنوع تسجيل أي مركبة لأول مرة سواء جديدة أو مستعملة إلا بعد ذهابها إلا أحد ثلاث مراكز هندسية معتمدة من قبل الحكومة بأكملها وهي كلية شام حجاوي في جامعة النجاح جامعة البوليتكنيك البوليتكنيك في الخليل والمركز الهندسي في رام الله يجب أن تذهب وهذه المراكز الثلاثة يعني ما التاكسيات اللي بتيجي مش تكسيات ولا رنتكار أي ولا اي سياره تدخل البلد تسجل لاول مره في دوائر الترخيص يجب ان تذهب الى هذه المراكز الثلاثه وتفحص كامله وتعمل لها خارطه سياره ويتم اما القول انه صالحه وامنه للاستخدام على الطرق او لا إذا ما هي صالحة وآمنة بس ممكن يا دكتور, اسمح دكتور, دكتور يعني اسمح لي خليني أسمي أسماء خليني اسمح لي أسمي أسم وزير المواصلات السابق بس من المش... السيد علي أبو زهري المحترم وهو مواطن قبل ما يصير وزير اشترى سيارة صح؟ طلعت السيارة هاي تاكسي ولما صار وزير لما صار وزير ما عمل إجراءات أنتم في وزارة ما عملتوا إجراءات اه اه أنه والله هاي أصلها تاكسي المواطن ما بيعرف أنه السيارة أصلها تاكسي أو أصلها آآ مستأجرة. آآ مستأجرة أو هو بجيب سيارة أنه والله بي ام دبليو ممتازة مش عارف ايش إلى آخره بس البي ام هاي طلعت أصلها تاكسي محروث عليها إلى آخره وبتنباع وكأنها أنا عم بحكي عن يعني حسب معلوماتي وصححني إذا أنا بحكي لا حتى لون السيارة بيج انكشف لأنه السيارات في ألمانيا البيج هي تاكسي وهو قبل ما يصير وزير اشترى سيارة ووقع في المطب لما صار وزير كمان وانتم في وزاره يعني حتى لم تتخذ الاجراءات المناسبه لحمايه المواطنين هذا كلام حقيقه يعني بيشكك كثير المواطن في سلامه الاجراءات اللي بتتم مش هذا واقع انا بحكي واقع دكتور. مش سليم مش سليم اطلاقا في هناك داتا يعني بإجراء. انا مش مزبوط هذا الحكي؟ هذا كان مش صحيح ابدا يعني ما اشترى سياره لأنه، كانت مستخدمه او لأنه... لأنه... له بيعرف لانه بيعرف لانه التاجر اللي اشتراها له احنا عندنا اجراء اي سياره مستعمله ملهاش لهاش وكيل في الوطن ما بنسمح لها لازم يجيب لنا معلومات من الوكيل عنها الوكيل عنده داتابيز وباسورد من الام باللي بتحرك السياره من بلد لبلد حتى بتنعرف استخداماتها واللي بالتجار اللي بيشتروا سيارات رنتل كار رنتلز هم عارفينهم انهم شيء كار رنتلز والمفروض انه التاجر برضه يكون امين مع المواطن بيصرحني ولا انا اذا واحد بيحكي انها هي سياره مستاجره في البلد كلها طيب اذا كان هو التاجر مش امين مع المواطن هذه قضيه اخرى مش حلقتنا اللي بتناقشها ما هو انتم لازم تقولوا انتم تجبروا انت انت كوزاره المواصلات بن... 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 الرخصه <applause> لازم ينحط انا هلا في امريكا انا <applause> كنت عايش في امريكا نعم. لما بدك تشتري سياره واصلها رنت بنحط عليها رنت اذا ب... كيف اذا مستخدمه رقم اثنين بيقول لك رقم اثنين اذا ثلاث شفرية بقول لك ثلاثة هاي دور وزارة المواصلات أنا مزبوط. كمواطن كيف بدي أشتري سيارة أنا مستخدمة أي سيارة إيه؟ شريها أنت من وكيل في فلسطين وإن شاء الله عشرة اشتروها موجود عندك على عميل. الريكورد مين استخدم هوليك وإيش نوع الاستخدام سابقا المستخدم وبالتالي زيرو وبالتالي كل المستخدم في فلسطين عندنا أنا بحكي دكورد. عن المستورد المستورد المستعمل من برا في مشكلة بيجي زيرو. إنه بيجي أحيانا منه زيرو الزيرو هذا آه. يدعى التاجر أحيانا ولا كله دكتور أحيانا لانه في منه زيرو احيانا مش كله زيرو مش كله زيرو انا يعني انا بحكيك شغله يعني انا بحكي مع ناس واصدقاء وكذا اشتروا نعم. سيارات زيرو طلعت مش زيرو طلعت 3000 طبعا يعني ومكتوب عليها زيرو يعني هاي مسؤوليه وزاره المواصلات احيانا يتم اللعب في هذا العدد في الخارج عظيم وهو انا اللي بدي اساله وهذا اللعب انا اللي بدي اساله انا, اللي أنا ف... هذا اللي بدي اساله نعم. اللعب هل بيتم بس بالزيرو ولا بيتم بمواصفات السيارات و... وانا اللي بدي اساله هل وزاره المواصلات والفنيين لدى وزارة المواصلات مؤهلين إنهم يكشفوا عن الخلل اللي بيكون في السيارات مزبوط. عند الكشف في الديناموميتر ولا انتم بحاجة إنه يكون لا في عندكم أنا جوابتك بس أنت ما ما أخذتها من النقطة في نظام اسمه الأوت في المهنيات العالية إحنا عاملين ثلاث جامعات باعتبار ثلاث جامعتين ومركز فني جامعة النجاح كلية شرح الجاوي جامعة البوليتكنيك في الخليل عندهم مراكز فنية معتمدة بها جميع الأجهزة الإلكترونية الحديثة هو من ألمانيا وقمنا بفحصها كوزارة نقل المواصلات كخبراء اللي بيتحدث معاك مع دكتوراه في علم المواصلات من بريطانيا مش جاي برضه مش عارف في شغله يعني لا نحن مهنيين وعارفين بنحكي عن ايش هذه المراكز هي اوت سورسد يعني احنا معطينها صلاحيات لتقوم بفحص هذه المركبات واي تغيير بتم فيها إذا كتبت أنه كثير يأتينا من هذه المراكز المحترمة وهي جامعات محترمة إنها بتقول لنا هذه غير صالحة للسيارة على الطرق بنقول له خلاص في طول عندكم كثير سيارة غير صالحة للطرق كثير بيجي لنا كثير طيب بدي استاذ علي نعم. في كثير انا يعني اللي عرفته انه الان الجمارك عم بتقوم بفحص وتحقيق و... صحيح. و... وسمعت كمان انه كثير من التجار المشتبه بهم بلشوا ينقلوا السيارات او نقلوا جزء من السيارات. شو سويتوا؟ يعني هي نقلوا السيارات على منطقه سي والى اخره يا ترى هل تم ايقاف ناس؟ هل في حركه انه راح يشعر فيها المواطن وهل سيتم الاعلان على الملا اذا كان في خلل بسياره ولا بألف سياره؟ يعني الدكتور ذكر مجموعة أرقام أنا تهت مش بس المواطن حكى 1100 كذا سيارة و120 سيارة فبطلنا عارفين هن 1100 سيارة ولا خمسين سيارة ولا سيارة واحدة وهون المواطن أنا كمواطن بدي أعرف حقيقة المرة وأنا راح أضل نبش في الموضوع باسم كل المواطنين لأعرف قديش سيارة مزورة وإذا وبدي أسلم المواصلات والجمارك من اليوم وطالع بدنا نشوف هالقصة وين لا تروح لأنه من حق المواطن يعرف اذا في خلل في وزاره المواصلات والجمارك ولا ما فيش خلل واذا هل السيارات اللي بتنباع يا ترى بتنباع وهي صالحه والناس بيجيبوها وبيبيعوها مضروبه شخصيه يعني انا اللي عرفته انه في ناس بيروحوا بيشتروا سيارات نصكم وبيجوا بيظبطوها هون وبيهندزوها وهذا والى اخره وبتطلع سياره ما شاء الله عنها فهذا دور دور مكتمل للسلطه كلها أكيد. دور السلطه كلها هذا مش دور مش دور المواطن انا انتخبت هاي الحكومة أو جبت هاي الحكومة مشان تحمي مصالحي أنا فبالتالي في ناس بيحكوا بعض المواطنين وفي ناس أطلعوا السيارات على المنطقة سيلي في منه هذا الحكي؟ يعني إحنا التحقيق صار لنا ثلاثة أيام ومبارح يعني شباب كانوا بجنين شباب الجمارك بالتعاون مع الضبطة الجمركية لاحظنا هذه الأمور أنه بلشت تطلع من مناطق ألف من رام الله عمالها بتتوجه للشمال ومن جنين من نابلس عادة بتطلع على مناطق سي بعض السيارات موجودات اللي عندنا وتحرزنا عليهم تم التحقيق مع عديد من المواطنين اللي كنا شاكين فيهم نحن ولكن من حق المواطن اي سياره تم ترخيصها وهي مرخصه للمواطن حق المواطن في انه السياره مشطوبه او غير صالحه احنا كجمارك ما لنا دور فيه ولكن حق المواطن اللي هذا دور وزاره المواصلات انها تعوضه اذا مرخصت له يعني هذا هو انا بحكي هذا اذا مرخصه وهي مشطوبه الحكومه بدها تتحمل المسؤوليه هذا كلام بخوف المواطن احنا بس موجد المواطن لا يوجد سياره مشطوبه احنا بنقول اذا هناك مراكز فنيه معتمده عالميا جامعات محترمه فحصت كل مركبه أنا مسؤول أنا عن كلامي أنا أشكك في كل شيء أنا بقولك. مسؤول عن كلامي وأنا جاي أطمنك أخي ما عظيم أنت تمثل أنا بدي المواطن مواطن. أنا ب... أنت بتمثل المواطن الآن وأنا بطمنك نيابة عن المواطن إنه كل مركبة رخصت من وزارة النقل والمواصلات فحصت في مراكز فنية معتمدة وقالت إنها سليمة ولا يوجد بها تزوير في الجسم تاعها أو قص او خلاف واذا ثبت غير عكس ذلك نحن آه بتحمل نعم المركز الفني اللي احنا رخصناه مسؤول بغلق بكره ما في مجال ويعوض المواطن ولا ولا تهاون في مصلحه المواطن ويعوض المواطن لاننا مرخصه عظيم مسؤوليته عظيم اذا هناك استاذ لؤي حركه غير طبيعيه للسيارات وتجار السيارات وبلشوا يطلع آه جزء منهم عمل بيطلع جزء منهم انضبط جزء من المواطنين يعني اليوم احنا تم ضبط بعض المواطنين واحضارهم لدار العمل الجمارك اخذنا افادات الناس كيف اشتروا هاي السيارات المبالغ اللي دفعوها مقابلها حتى نتاكد اذا عمليه الشراء طبيعيه لا يا سيدي احنا بنطمن كل مواطن سواء لو ثبت التزوير في اختامنا احنا كجمارك او في وزاره الماليه موجوده عندنا هذا الخلل احنا من المواطنين اللي دفع ثمن سيارته سيارته تتبقى له ملكيته الها يحافظ عليها ما في حق اي حق من حقوق المواطنين راح تضيع عليهم والاصل انا نعاقب الانسان اللي زور واللي احتال على هذا الانسان المسكين انا ما راح اروح اعاقب المواطن اللي ممكن يروح اخذ قرض عشان يشتري سيارته او هي تحويشه عمره عشان يروح يشتري سياره انا اروح اقتص منه لانه هو الحلقه الاضعف طيب مش هذا السنه اللي فاتت تم الكشف عن 50 سياره بي ام دبليو وتم اعاده تصديرها نعم اولا موضوع البي ام دبليو هو عب... الاكس مسروقه هي مسروقه الاكس 6 يبدو انه في جهات جايبه سيارات مسروقه من علي... اوروبا عليها شكوك سرقه من جهات دوليه يعني وصلتنا المافيا هذا وهذه الشكوك جاءت عبر المناطق الحره ودخلت بمجرد ما وصلنا مخاطبه في هذا الموضوع تم حجز جميع هذه السيارات وعدم ترخيصها واعادتها الى بس في ناس كانت مشتريه يوم ومرخصه وكل اللي نشروا عليهم قيد والجميع الجهات اللي استوردت اوقف التعامل معها كمستورد كلهم انا اللي بدي اقصد دكتور مش مع عم نحاول احنا عم نحاول نقول انه هيكم بتشتغلوا نعم في شغل نعم والجمارك بتشتغل وال... نعم. وان كان هناك تقصير وان كان هناك خلل فيجب تصليحه هذا اللي بنحكي فيه ولكن كونه يعني احنا كل يعني انا في عندي مجموعه شغلات يعني هي السنه اللي فاتت كشفته فمعناها انتم كشفتوا عن خمسين ممكن يكون في 200 ثانيات ما انكشفش عنهم وبالتالي من هون انا بحكي يجب التدقيق في كل المركبات لانه واضح انه في خلل في قضيه الاستيراد المستخدم مش انا عم بقول انه يعني هذا باب رزق لكثير ناس ولكن يجب ان يكون صحيح ويجب ان يكون سليم ويجب ان يؤخذ اجراءات سليمه فيه زي جديد يعني بتتعامل مع جديد والله جبت انا هاي السياره هل كد جمركها وبالتالي يجب ان يكون طرق سليمه اما انه مثلا على سبيل المثال وهون سؤالي للجمرك وسؤالي للمواصلات يعني مثلا اليوم عند الاسرائيليين بقول لك الجمارك انه احنا مشان نحصل الجمارك هون المستخدم او الجديد تدفع ضرائبه في المينا صحيح لكن المستخدم بالاتفاق بين الجمارك انه يا عمي بتتع... بنحط على السياره ألف دولار وبنيجي هون مشان السلطه تاخذ المصريات دايركتلي وهذا فس افسح المجال بجوز لكثير بصراحه خلل ساوى خلل انه الو... يعني صارت انه والله تاع الجمارك اللي في نابلس ممكن يقدر السياره ب 2000 واللي في الخليل نفس السياره يقدرها ب 15000 يعني صارت مزاجيه الشغله لا 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 وضح لنا هي الصورة استاذ مزبوط الشق الاول من كلامك كله صحيح انه الجمارك الفلسطينية بالنسبة للمستعمل انه أي قيمة مقبولة لدى الإسرا أي قيمة بحطها للسيارة هي مقبولة لدى الإسرائيليين ولكن الجمارك ما لا ترخص إلا في دائرة واحدة اللي دائرة الجمارك دائرة واحدة يعني ما في لا في نابلس ولا في الخليل ولا هي في دائرة واحدة موجودة في رام الله وهي جزء من الإدارة العامة والقيم التي توضح هي قيم موضوعة من قبل الجمارك لكل المركبات قيم موحدة يعني احنا بنوضع القيمة هاي لكل السيارات، ما في تمييز لتاجر عن تاجر او لشخص <applause> عن الاخر، هو حسب المركبة وحسب طرازها وحسب صندوقها مثلا إيش مثلا يعني مثلا يعني يعني هلا هل سيارة مثلا بي ام لو تيجي لأي تاجر مثلا بي ام 320 خلينا نحكي، سواء اجت العنابس على الخليل ما في نفس, نفس القيمة توضع لهم، نفس القيمة بتوضع من قبل الجمارك، وطبعا أنا بقول لك كمان مرة، هذا الإجراء اللي حكيت تفضلت فيه <applause> سليم تفضلت في سليم انه فتره كان في عنا 70 يوم للسماح لهم عشان يرقصوا برضه هذه سبعين 70 يوم مع وضع القيم على الموانئ الاسرائيليه فتحنا لهم اياها وكانت ثقتنا بتجارنا عاليه وانا متاكد انه الجزء الاغلب من التجار بيستحق هاي الثقه ولكن قله قليله منهم هم اللي افسدوا وهم اللي خربوا هذا القطاع طيب يعني احنا بدنا نرجع نقول انه بصراحه المال السايب بيعلم الحرامي السرقه ومن هون انا بدي اسال انه هل تم اتخاذ اجراءات صارمه يعني لا يكفي انه واحد بيزور إن شاء اللي بيزور بيزور في النهايه المزور هو مزور يعني اللي بتقول لي انه اللي بيزور ختم مره واحده ولا بيزور 100 ختم ما هو نفس الشيء عملت عمليه صحيح. تزوير. تزوير هل تم اتخاذ اجراءات قاسيه بحق هؤلاء المزورين يعني شو هالقانون اللي عندنا اللي بخلي المزور يرجع يشتغل هو يعني اخي ماهر انت بصراحه هي كررتها مرتين <مم> ثلاثه وبدك اياها ضل ساكت ما بزبطش احكي اللي ضبط مزور عام 2009 وثبت لدى النيابة العامة أنه مزور أحيل للمحكمة وبالنسبة لنا كوزارة أغلقنا هذا الباب تماما أنت بدك كل القضاء عندنا يعني آه القضاء يعني عن جد فيش حسم لا لا يعني بجوز المحكمة تقعد عشر سنين أنا قلت أنه النيابة قامت بدورها حولت الموضوع للمحاكم المحاكم عندها آلياتها وعندها عبئها انا لا استطيع ان اتدخل في الياتها، الان انا بتكلم انه انا كجهه رسميه كحكومه في اليات عندي لازم اتبعها، كوزاره احنا شاننا فني، شكينا في موضوع اول شيء عملناه التقينا مع النيابه العامه بالامس وجلسنا ومشكورين النائب العام ورئيس هيئه مكافحه الفساد يعني انتدبوا نوابهم مباشره للمجيء لوزاره النقل والمواصلات والجلوس معنا وبحثنا معهم كل التفاصيل وقدمنا لهم التقارير اللازمه وبدا التحقيق فورا في الموضوع. الرقابه الماليه والاداريه اليوم ابتدات عملها معنا وجلست معهم صباحا ووافيتهم بالمعلومات وقاموا بفحص ميداني ايضا في دار ترخيص رام الله. طاقمنا والجمارك يعمل على المحافظات جميعها ولذلك حاولت اني اقول لك اخي ماهر انه اللي لقناهم في نابلس كلها اليوم اربع سيارات اليوم؟ تنورت. <applause> لكل ثلاث سنوات مهم جدا من ال ألف أربعة في نابلس ولقينا في حدود ال في رام الله والله اعلم باقي هي 104 يا سيدي هي 104 طيب هذا انت محافظتين يعني بزط انت بزط عندك كمان قديش محافظه بالضبط بالضبط لو احنا هذول هم عندنا الخليل نابلس رام الله هم اكثر محافظات عظيم في فيهم التسجيل وبالتالي انا بعتقد واللي بيروح على غزه الغزمة. في شغلات على غزه والان موضوع غزه تحت البحث ليش؟ لأنه عدد التجار المسجلين لغزة 56 تاجر وفي الضفة الغربية 146 120 زائد الأجداد 146 هذول المجموع الكلي للتجار واللي ضبطناه من المجموع الكلي هذا اللي هو 200 وكسر تقريبا 15 اللي شكينا فيهم يعني حتى الآن يعني, يعني يجب يجب التمحيص في الموضوع نا صراحه نا نا حتى نا لا يظلم احد وفي نفس لا الوقت نريد. لا يرحم من بالزبط يقوم بالزبط 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 باللعب بمال الشعب في عندنا مجموعه اسئله خليني اخذ اسئله فضل المواطنين ونشوف كيف سؤال معقول حكومات ووزارات بين بعض وما في بينهم بينها آه سيستم على الكمبيوتر للكشف عن موضوع مثل هيك هذا مواطن معتصم ارمين آه بيحكي موضوع في صلب الواقع بس للاسف يبقى الموضوع بحث النقاش والفاعل مجهول او ربما يكون مع فريق مش عارف هاي اكذوبه بنعيشها منذ زمن والفساد يتفشى في مجتمعنا الفلسطيني هاي وجهه نظره عزيز ابو بكر بيحكي يجب محاكمه الفاسدين عن هذا الموضوع وعدم غض الطرف عنهم وتقديمهم للعداله وبسال سؤال هل السيارات الان التي لم تتجمرك في السلطه غير قانونيه وما مصيرها ابراهيم بيسال لو ظل الوضع كما هو لكان المواطن بيستورد سيارته من ال 48 دون تزوير ولا وكالة وزاره مش عارف ايش يعني احنا يفترض يكون في دوله وانه حق نستورد من وين مكان كان انتم بتبحثوا في تزوير السيارات بس قضيه تزوير الاراضي اهم واعمق للجدل هذه وجهه نظرك بنوعدك انه نفتح الموضوع الغني فقط في بلدي من يركب سيارة جديدة لماذا لو وضعوا ضريبة على سيارات مستوردة من الداخل كان الوضع أصبح في أمان أكثر موسى بسأل لماذا لا يتم الكشف عن أسماء الشركات أو التجار الذين يقومون بمثل هذه الأعمال لكي لا يبقى المواطن مضلل حتى عندما يتم الكشف عن مواد فاسدة لا يتم نشر الأسماء هل تخافون على سمعة من لا ضمير له وأراد الغش بهذا المواطن المسكين يعني أجاوبك على فضل. الأشياء اللي بتخصني وبترك لزميل الأشياء اللي بتخصه السيارات التي لم ترخص بعد لم تسجل من هذا المجموع اللي شكينا فيه كلها حجزت وحجزت أوراقها ولن يتم بيعها لمواطن ولن يتم تسجيلها حتى تبت الجهات القضائية في أمر هذا الاشتباه بالتزوير هذا بالنسبة للسؤال الأخ اللي نعم. اما استيراد السيارات من ال 48 الذي ذكره احد المشاهدين. في ال 48 السياره لما تستورد هناك تدفع جماركها في اسرائيل. نعم. نستوردها وهي دافعه جماركها ممنوع علينا نجمرك مره اخرى وزميلي موجود ويؤكد ذلك. نعم. بسموها دبل تاكسيشن او الازدواج في الضريبه او الجمرك صح. وهذا ممنوع. وبالتالي احنا لا نستطيع ان نستورد ونجمرك للمواطن كمان مره ثانيه وهذا ظلم للمواطن. بالتالي احنا مانعين استيراد مركبات خصوصيه من اسرائيل لهذا السبب تاكسيات اه بس يعني لانه مش مجمرك بك. لانه نعم بدون نعم. جمارك الباص والتاكسي العمومي هي سيارات مش مجمرك بنسمح فيها لهذا السبب طيب. ولو اسرائيل تسمح لنا تكرم <applause> علي تسمح لنا باسترداد الجزء الجمركي اللي استقادته على السيارات كان ممكن ننظر سويا نحن والجمارك في ادخالها طيب يعني في مجموعه اسئله بعتقد اذا بتحب تجاوب عليها تقريبا على جواب برضه زميل الاستاذ الدكتور علي بالنسبه لوضع السيارات اللي لغايه الان ما تجمركت او ما تسجلت وضع هو وضع غير قانوني راح يكون احنا ضبطنا جزء منها والان هي موجوده عندنا وهي بحكم المصادر حتى يتم البت فيها فما راح يتم بيعها نهائيا وما راح نقبل كجمارك انها تنباع واحنا عندنا قوانين بالجمارك ممكن تكون اسرع من القوانين الموجوده في وزاره المواصلات قانون الجمارك بيسمح لي اني اصدر هاي السياره واعتبرها بحكم المهربه ونتم مصادرتها فهذا ما في عليه غبار بالنسبه لعمليه التجاره مع اسرائيل في السيارات ف باكد على حكاه الدكتور علي في هذا الموضوع بالنسبه لكمان مره بس بدي ارجع لعدد السيارات بالنسبه لخوف المواطنين من اعداد السيارات اللي لغايه الان انا يعني ممكن اكون متفق جزئيا معك الدكتور في عدد السيارات ولكن ما في حصر لغايه الان لعدد لا. السيارات. يعني ما على الاقل 104 اللي لحد الان مشتبه بها على الاقل 104 يعني في في جزء من هذه السيارات يعني الحركه بقى. اللي تتحدث عنها الاستاذ لؤي ومحاوله تهريب بعض السيارات يعني وتم, وتم ضبط بعض وتم بقى. يؤكد انه في هناك خلل دخان النار دخان النار دخان اكيد في وراء لا. فبالتاكيد هناك عمليه جميل اللي بتقوموا فيه، جميل انه المواطن يشعر بالامان، جميل نعم. انه وما يعني ما فيش فيها شيء يعني ما حد بيقول والله انتم في خلل وان كان في خلل انه يتصوب افضل من انه نضل نقول في لا في والله استاذ ماهر في لو لو في خلل انا واخي لؤي اليوم جايين عشان نقول لو في خلل سيتم نعم. التصويب الفوري لو ما في خلل احنا بناكد للمواطن انه نحن والجمارك ووزاره الماليه نحن نحمي المواطن والمواطن بالنسبه لنا هو رقم واحد. طيب يعني انا بدي احكي انه الان اذا ما تم يعني احد المواطنين بيسال اذا ما تم التثبيت هل سيتم كشف الاسماء؟ يعني لا امتى بده يضل الواحد يعني الناس من حقها تعرف انه فلان تاجر سيء وفلان تاجر مزور بالنسبه, لنا كجمارك احنا من تثبت ادانته لدينا سيتم على الفور نشر هاي الاسماء نشر هاي الاسماء راح ننشرها وانه لن يكون هناك ولن نتعامل معه نهائيا انا بدي اطمن المواطن ايضا اضافه لما قاله اخي لؤي فقط لاطلاع مقدم هذا البرنامج الجميل انه في قرار اصدره وزير النقل والمواصلات بوقف هذه المجموعه المشتبه بها وقفا كاملا والقرار صدر يعني انا المواصلات. ما بدي اسال من الاسماء اذا آه. على المكشوف بقدر احكيها بالزبط. هلا انت انت بس انا بس ما بدي أطلع القرار انه قرار صدر من وزير النقل والمواصلات انه يوقف هذه المجموعه المشتبه بها من التداول والتعامل في استيراد وبيع المركبات لحين بث الجهات القضائيه في امرها. يعني احنا بدورنا في البرنامج بنشد ايدنا على ايديكم وبنقول انه حمايه المواطن وحمايه اموال هذا الشعب هي أماني. واجب وامانه في اعناق كل مسؤول. نعم. وبالتالي بعتقد انه الضرب بيد من حديد على مثل هؤلاء الاشخاص اللي بتلاعبوا بالاموال العامه وبتلاعبوا في لقمه عيش ابناء الشعب الفلسطيني <متحدث> واحنا في في ظل ازمه فعلا كبيره يعني الحديث انه يعني مثل محاربه مثل هاي القضايا والضرب عليها بخفف الهجمه اللي بتعرض لها صحيح، السلطه صحيح. يعني الاستهداف صحيح. للسلطه ما بسعني في النهايه الا ان اشكر الدكتور علي شعث وكيل وزاره المواصلات والاستاذ لؤي الحناش مدير عام الجمارك الفلسطينيه وكل الشكر لكم اعزائي المشاهدين كنتم معنا في اذاعه وتلفزيون فلسطين وقناه الفلسطينيه الى اللقاء في الاسبوع القادم السلام عليكم ورحمه الله